أحسن الله إليكم الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بنون يا من الرياض، تقول علي كفارة يمين ومعي قيمتها ولكن علي دين، فهل أقدم الكفارة أم أسدد الدين وأصوم للكفارة؟ وما معنى دين الله أولى بالقضاء؟ الواجب الوفاء بالدين سواء كان لله أو للآدميين. وإذا كان عليك نذر مالي وعليك ديون للناس فإنك تسددين الديون التي للناس ويبقى النذر في ذمتك، إذا قدرت عليه فسدديه. نعم.